ما هذا المفتاح يا سادس؟ احذروا، سأخذكم إلى مكان طالما طلبتموه مني. ودائما كنتم تقولون لي يوم الخميس: أرجوك يا معلمتي خذينا إلى المكتبة. اليوم هذا مفتاح المكتبة، هيا نذهب إلى المكتبة ونفتحها. ذهبت إلى المكتبة واخترت لكم هذه القصة وأحببت أن أقرأها لكم ثم تناقشوها معي. ما اسم هذه القصة؟ آلاء والمفتاح الضائع. آلاء والمفتاح الضائع. فلنبدأ ولنفتح الكتاب. منذ زمن بعيد وفي حينا القديم كانت تعيش فتاة صغيرة اسمها آلاء، وكان لآلاء جد طيب وعطوف اسمه الشيخ أحمد. كانت آلاء تحب جدها كثيرا، وكان هو يحبها. وفي يوم سافر جد آلاء إلى مكة للحج، وعندما عاد أحضر لها معه سلة جميلة وفي داخلها كعكة لذيذة. فرحت آلاء بالكعكة والسلة كثيرا وشكرت جدها ثم قبلته بحرارة. وضعت آلاء السلة في المخزن. بعد أن أكلت قطعة صغيرة من الكعكة ثم أخذت المفتاح ووضعته في جيبها. ولكن آلاء الصغيرة وبينما كانت تلعب خارج البيت أضاعت المفتاح. أخذت آلاء تبكي لأنها كانت تريد الكعكة التي في السلة التي في المخزن. ولما سمع شاكر الببغاء صوتها وهي تبكي سألها: لماذا تبكين يا آلاء؟ وعندما عرف أنها كانت تبكي لأنها أضاعت المفتاح قال لها: الأمر بسيط يا آلاء، اذهبي إلى جارنا الحداد واطلبي منه أن يصنع لك مفتاحا آخر للمخزن. إنها فكرة جيدة، قالت آلاء مبتهجة ثم مسحت دموعها وشكرت شاكرا الببغاء. وفي الحال ذهبت آلاء إلى الحداد وطلبت منه أن يصنع لها مفتاحا لتفتح به باب المخزن، ولكن الحداد قال لها: آسف يا آلاء، فأنا لا أستطيع أن أصنع لك المفتاح إلا إذا أحضرت لي النقود، ولكن النقود عند السلطان. وفي الحال ذهبت آلاء إلى السلطان وقالت: السلام عليك يا سيد السلطان، هل لك أن تعطيني بعض النقود لأعطيها للحداد كي يصنع لي مفتاحا لأفتح به باب المخزن وآكل الكعكة التي أحضرها لي جدي من مكة؟ آسف يا آلاء،
فأنا لا أستطيع أن أعطيك النقود إلا إذا أحضرت لي حليبا أتناوله مع إفطاري. قال السلطان: ولكن الحليب عند البقرة. وفي الحال ذهبت آلاء إلى البقرة وقالت: السلام عليك يا سيدة بقرة، هل لك أن تعطيني بعض الحليب لأعطيه للسلطان كي يعطيني نقودا أعطيها للحداد كي يصنع لي مفتاحا لأفتح به باب المخزن وآكل الكعكة التي أحضرها لي جدي من مكة؟ آسف يا آلاء، فأنا لا أستطيع أن أعطيك الحليب إلا إذا أحضرت لي العشب. قالت البقرة: ولكن العشب فوق الربوة. وفي الحال ذهبت آلاء إلى الربوة وقالت: السلام عليك يا سيدة رابية، هل لك أن تعطيني بعض العشب لأعطيه للبقرة كي تعطيني الحليب لأعطيه للسلطان كي يعطيني النقود لأعطيها للحداد كي يصنع لي مفتاحا لأفتح به باب المخزن وآكل الكعكة التي أحضرها لي جدي من مكة؟ آسفة يا آلاء، فأنا لا أستطيع أن أعطيك العشب إلا إذا جاء المطر. قالت الربوة: ولكن المطر فوق في السماء. وفي الحال نظرت آلاء إلى السماء فرأت غيوما تحمل الكثير من الأمطار. دعت آلاء الله وقالت: أرجوك يا الله، يا ربي ورب كل شيء، هل لك أن تنزل المطر على الربوة لكي تعطي العشب لأعطيه للبقرة كي تعطيني الحليب لأعطيه للسلطان كي يعطيني النقود لأعطيها للحداد كي يصنع لي مفتاحا لأفتح به باب المخزن وآكل الكعكة التي أحضرها لي جدي من مكة؟ وفي الحال وبعد انتهاء آلاء من الدعاء أنزل الله المطر. فرحت آلاء وأخذت تقفز في سعادة وهي تقول: شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب. وفرحت الربوة وارتوت وأعطت العشب. فرحت البقرة كثيرا وأكلت العشب وأعطت الحليب. فرح السلطان كثيرا وشرب الحليب وأعطى النقود. فرح الحداد كثيرا وأخذ النقود وأعطى المفتاح. فرحت آلاء كثيرا وفتحت المخزن وأكلت قطعة كبيرة من الكعكة. الكعكة لذيذة، يمي يمي يم. ومنذ ذلك اليوم تعلمت آلاء كيف تحافظ على أشيائها الخاصة، فكانت تعلق المفتاح في مكانه الخاص، وتضع حقيبتها في مكانها الخاص، وتضع حذاءها في المكان الخاص للأحذية، وكانت تحرص على أن يكون كل شيء في مكانه، حتى أصبح الجميع يعرفونها بآلاء المرتبة. وهكذا تنتهي زيارتنا للمكتبة. شكرا لأمينة المكتبة على استقبالها، وكذلك أتمنى أن تكون القصة قد أعجبتكم. الواجب المطلوب منا أن تخبروني
ما هي القيم المستفادة من هذه القصة؟ من هي الشخصية الرئيسية في القصة؟ أولا. ثانيا، ماذا نستفيد من هذه القصة؟ ماذا تعلمنا من هذه القصة؟ أذكركم بالعطاء لتستطيعوا الإجابة أفضل. نهاركم سعيد.